متابعينا الكرام، حضورنا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسعد الله صباحكم وطابت اوقاتكم في هذا اليوم الجمعه بتاريخ 2/8/2019. نتمنى التوفيق والسلامه والناموس للجميع. هنا نحضر اينما حضر الابداع واينما حضرت الاثاره والتحدي والتنافس مع انطلاقه الشوط الرئيسي للفطامين الأبكار. خلونا هنا مع التنافس والتحدي، خلونا مع الشوط الرئيسي الأبكار. هنا التحديات وهملولة مانع بسلطانة بالصريدي الدرعي المركز الثاني، شاهني ناصر معيوب بن سرحان المركز الثالث، إعجاب حميد بن سعيود الدرعي. هنا التنافس، هنا الشوط الرئيسي، هنا الإبداع والحضور والتنافس والإثارة، هنا التغيير والتبديل. الله يا الهجوم، هجوم بن سرحان في الصدارة، الشاهنية ناصر معيوب بن سرحان بينما إعجاب 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 والهجوم، ما شاء الله تبارك الرحمن. الشوط ولع، الشوط ولع، طار الشوط طار. الله 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 الله، والكل في الانتظار مع هذا الشعار، اعجاب 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 اعجاب، تطرق الباب. سلام يا بن سعيود، سلام حميد بن سعيود الدرعي، اعجاب تحمل رقم واحد، تحافظ على هذا الرقم، تنتزع الصدارة باستعراض مميز. الناموس يا بن سعيود المركز الثاني، شاهني ناظر معيوب بن سرحان المركز الثالث، كانت فيها هملولة مانع وسلطان بالصريدي، والمركز الرابع هملولة خليفة محمد بن خليفة الدرعي. الناموس الناموس الراعي اعجاب حميد بن سعيود الدرعي. التوقيت الزمني 2:07:16، الناموس يا بن سعيود.